اقتصادنا اليوم راه متحكم فيه، وسبق وقلت باللي ما كانش فيه مقاييس اقتصادية وما كانش فيه. اليوم كل قطاع راه يحاول يدخل في إطار بناء اقتصاد يعني مقاوم لكل الأزمات، ونوصلوا لها إن شاء الله. إن شاء الله سنة 2023 نتمناها كلنا باش تكون سنة تاع نجاح اقتصادي، نجاعة اقتصادية، وانت رفع مستوى المعيشة تاع المواطنين، ورفع احتياط الصرف، ورفع وتقليص من التضخم إن شاء الله. بالنسبة للنتائج كذلك راكم شفتوها، لأن احنا بالنسبة لنا وهذه أمانة على كتافنا، المواطن 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 ثم المواطن.